لحد ما نجحت قوات الأمن الوطني مع قطاعات وزارة الداخلية امبارح في استهداف خليتين إرهابيتين، واحد من أفراد هذه الخلية كان مشتركا في اغتيال الشهيد عادل رجائي. ضيفتي النهاردة الكاتبة الصحفية الكبيرة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة الصديقة العزيزة الأستاذة سامية زين العابدين. وحشتني يا تامر، ازيك؟ وحشتني جدا جدا صدقني والله. أنا مهما أقول أو أتكلم مش حاجة غير الكلمات اللي أنا بقولها فعلا من قلبي. أنا سجدت لربنا امبارح شكر، لأن أنت عارف ويمكن زمايلي كلهم عارفين ارتباطي بعادل جوزي مش ارتباط زوجة بزوج، لا، احنا قصة حب غريبة جدا جدا جدا. احنا اخترنا بعض مرتين، مرة لما جه يتقدم لي، ومرة لما الدكاترة قالوا لنا مش هينفع تخلفه غير لما كل واحد فيكم ينفصل وتتجوزوا كل واحد يخلف، فكان الاختيار التاني والأقوى. يعني لن أنسى كلماته، أنا بكتب كتاب عنه عشان أسجل كل حاجة إنسانية كنت بعيشها خلال جوازي وخلال خطوبتي ليه. قال لي هتسيبيني يا سامية؟ والدموع كانت في عينيه، فقلت له ده أنا اللي خايفة إن أنت اللي تسيبني. قال لي أنا عارف أنت بتحب الأطفال قد إيه. قلت له وأنت بتحب الأطفال؟ والله بالنص صدق، لو واحد سيناريست بيكتب يمكن يخطأ في الكتابة، هذا ما حدث. فقال لي والدموع بقى نزلت، وانا عادل عمره في حياته ما بكى، عمره لأول مرة أشوف دموعه كانت آخر مرة. فقال لي أنا ما أقدرش أتخلى عنك ولا أسيبك، أنت بالنسبة لي كل حاجة. فقلت له أنا كمان أنت بالنسبة لي كل حاجة، أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله العلي العظيم هذا حدث. كان قاعد كده وانا في وقفه كده داخله من الباب، قعدت تحت رجليه، والله يا تامر صدق، قعدت تحت رجليه ومسكت ايده وانا بعيط، قلت له انت كل حياتي. واخدنا قرار يومها اننا ما نسمحش الجنس بني ادم لا من عيلتي ولا من عيلته ولا من اصدقائي ولا من اصدقائه انه يكلمنا في هذا الموضوع، واتقفل. هو ده اللي انت سميتيه ان احنا اخترنا بعض لمرة تانية، وده كان الاختبار الاصعب. وده الاختبار الاصعب. صحيح صحيح. جينا رحنا عمرة في 2004، لا كان فيه بقى ثورة ولا فكر ثورة ولا حاجة خالص. مظبوط. ومش عايز اقولك ان انا عملت خناقة عشان عادل جوزي يطلع، لان اكتر من مرة نحدد وهروح اقدم يقول لي لا ما احنا عندنا فيه مشروع مش هرفع عادل. فالمرة دي قلت له اقسم بالله لا اطلع العمرة من غيرك، فكانت خناقة. فقال لي طيب قدمي. فسافرنا مع إدارة الشؤون المعنوية، والله العظيم يا تامر في العمرة الرابعة طفنا وكأن في حد بيوشوشني. الكلام ده عيلتي وعيلة عادل عارفينه، لأن يومها اتقال لما رجعنا خشوا بوسوا الحجر الأسعد. احنا كنا في رمضان، فبصيت له قلت له عادل خش بوس الحجر الاسعد. فبص لي كده قال لي شايفه؟ قلت له خش. والله ممر كده دخل هو فيه وانا ماشيه جنبه. كان الناس بتتوسع. والله اقسم بالله العلي العظيم دخل باس الحجر الاسعد، قلت له الدور عليا انا. فانا واقفه قدامي ست كفيفه، فالحارس اللي واقف انتوا ما عندكم ضمير، ما عندكم اخلاق، اتركوا هالمرأة الكفيفة تقبل الحجر الاسعد. فهي تبوس وانا بوس. سبحان الله سبحان الله. المشهد التاني، انا ليه ببدأ ده؟ عشان هقول حاجة مهمة. تفضل. جينا نصلي امام مقام سيدنا ابراهيم، الناس بتصلي على الخط مش مشكلة، المكان فضي قدام المقام بالظبط. فصليت انا وهو في مقام ابراهيم، وصلينا في حجر اسماعيل، وده نادرا لما الناس. وبلتفت بعيني لقيت تحت باب الملتزم فاضي، قلت له تعالى نصلي تحت باب الملتزم. والله زي ما بحكي لك كده. قال لي العساكر مش هيوافق. قلت له بس تعالى بقى ننوي اربع ركعات، عشان لو جينا صلينا ركعتين وسلمنا وجينا نصلي ركعتين تانية العساكر مش هتسلم. وفعلا
صلينا بقى واقفين يتجننوا ايش دول جابهم ايش مش عارف إيه كده. صلينا فوقفت قدام باب الملتزم واحنا ماسكين الطوب بتاع الباب فقلت له عادل دعوة باب الملتزم لا ترد. والله ده حصل وانا حاجة بيت الله مرتين، مرة ليا ومرة في 2017 لعادل. قلت له اقف ادعي لنفسك وادعي لي وادعي لاخواتك واولادهم، وانا طلعت ورقة طويلة قد كده كل اللي كان مكلفني بدعاء طلعته وقفت ادعي الاول لكل من امني كويس، وبدات ادعي بقى لنفسي ولاخواتي الاول اخواتي وبدات ادعي لنفسي. فدعيت لي بايه؟ احنا ما كلفناش، والدكاتره لما في دكتور قال كل شيء وارد بامر الله طبعا، اتركوا اموركم لربنا واللي ونعم بالله. فرحت واقفه بين ايدين ربنا وبدعي بكل تجلي ومغمضة عينيا وبدعي لي بكل حرقة، ربي لا تزرني فرضا وأنت خير الوارثين، يا رب ارزقني أنا وزوجي بطفل أو طفلة يملوا علينا البيت. وقعدت بدعي أنا سامعاه بيهمهم شوية، الهمهمة بدأ صوته يعلى شوية بس مش سامعة يعني أنا كده، لحد ما لقيته بيقول إيه، يا رب كرمني بالشهادة يا رب، يا رب كرمني بالشهادة يا رب، يا رب كرمني بالشهادة. وإيدي بقى إيه عمالة ترتفع، أنا جالي ذهول بطلت دعاء وعمالة أبص له بذهول وعمالة أقول له يا عادل يا عادل، ما بيردش يا عادل يا عادل، رحت هزاه يا عادل. فخ هو كان في لحظة تجلي ورب العزة استجاب. قلت له أنت عايز تحرق قلبي؟ ده أنت كل حاجة بالنسبة لي، أنت واقف بتدعي بالشهادة وإحنا في حالة حرب. والله ده حصل صدق، هذا صدق. الكلام حصل بالحرف صدق. فانا ايدي بعمل له كده وبايديا وانا متضايقه، فراح ماسك ايدي دي كده وراح منزلها لتحت كده، يا عبيطه ده انا هاخدك من ايدك وادخل بيك الجنه. ما عرفتش ارد عليه، كملنا بره السعي وقعدنا كملنا صلاه لحد المغرب وجرحنا صيامنا بمية زمزم وصلينا المغرب وجري على الفندق عشان نفطر. فكررت عليه نفس السؤال كان رده ايه، وكل العسكريين اللي بيسمعوني دلوقت وطلبة الكليات العسكرية عارفين اللي انا هقوله ده. قال لي طب اسألي كده الضباط اللي موجودين من اكبر رتبة لاصغر رتبة هيقولولك ان ده امل ودعاء كل فرد في القوات المسلحة. ما قال ليش ضابط، قال لي كل فرد، والله ما قال لي ضابط يا تامر، قال لي كل فرد. قال لي انت عارفة اول يوم دخلنا فيه الكلية الحربية واحنا قاعدين على السرير نوبة نوم كان بيقول لنا الحكمدار بتاعنا ايه، اقرأ الفتحة للشهيد اللي كان نايم على سريرك. كان عربيات دي عقيدة ضابط الجيش وضابط الشرطة صحيح،